الكابتن ايهاب جلال النهارده عندنا اثنين بقى جلال في الواحد لازم فريق جلال جلال النهارده الكابتن ايهاب جلال مع النادي الاسماعيلي ويلام ان هو ما خلصش بدري اول شوط كان المفروض ينزل ضاغط ويستغل العامل الارض والجماهير ويحسم المباراه. لا خلي بالك طبيعي الاسماعيلي من البدايه كان ضاغط وجات له فرص كتير جدا ولكن التعامل مع الفرص كان يعني انا شايف من وجهه نظري كان في اهمال شويه. يعني الاهمال بالنسبه للفراوده بتاعت نادي الاسماعيلي حطت الاسماعيلي في وضع صعب جدا وزائد ان سوء حظه الاسماعيلي خلي بالك النهارده عامل مباراه كبيره يعني النهارده لو جينا بصينا على كل الشكل بتاع الاستحواذ للمباراه من بدايتها ولكن اهي فرصه من فرص الكره دي بعد الهدف غريب فرصه من فرص اعتقد يعني لو رجعناها تاني محمد دسوقي لو يعني ودي فرصه تانية محمد دسوقي لو قلش الكره ديت هتخش ما كانتش هتطلع كده يعني صعبه جدا في قلب الجون لو قلشها في اي حته في المرمى غير الحته دي كانت يعني كانت هتخش جون. فانا شايف ان سوء حظ بشكل كبير جدا للاسماعيلي. الاسماعيلي قدم مباراه جيده على المستوى التكتيكي داخل الملعب في انتشار جيد في استحواذ جيد ولكن على نظره اللعيبه اللي موجوده وفي فرق كبير جدا ما بين لعيبه فاركو حتى في التغييرات اللي يمكن تامر اشار ليها اللي فرق فعلا تغييرات هجوميه اثرت بشكل كبير جدا مع فاركو. اما بالنسبه لفرقه الاسماعيلي اعتقد ان هو ما كانش عنده البدائل المميزه اللي تقدر تدخله في الجيم بشكل قوي ويمكن هو خسر المباراه عشان الشكل ده عنده نواقص كتير جدا فهي دي اثرت عليه بشكل كبير. بالتاكيد كل مباراه ليها ظروفها. الاسماعيلي نادي كبير بجماهيره بتاريخه ويعني سمعته اللي في كره القدم المصريه ولكن هي دي كره القدم يوم ليك ويوم عليك. النهارده بنقول مبروك لفاركو بنقول اكيد هارد لك لنادي الاسماعيلي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل